يسأل هذا السائل أيضا بأن عندهم عادة، وهي أنه في حالة الزواج يوضع الحنة على يدي وقدمي الحريس الرجل، ويقولون إن هذا من السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يجوز، لأن الخضاب من خصائص النساء، ولا يجوز للرجل أن يعمل الخضاب إلا يعني لا يجوز له أن يضع الحنة على يديه أو رجليه إلا للحاجة، إذا كان من باب العلاج، إذا كان يحتاج وضع الحنة من باب العلاج أو وضع الحنة على الشيب مثلا في لحيته أو رأسه فلا بأس بذلك. أما أن يضع الخضاب ويضع الحنة من باب التزين هذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص النساء لا في وقت العرس ولا في غيره. نعم، أثابكم الله.